بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن نأخذ الجنس منا كموضوع معرفة وموضوع زيادة سعادة الإنسان أن يتبع خير الأنام عليه السلام في حياته الجنسية، وهو كذلك الجنس هو مصدر شقاء لعامة الإنس والجن، والشقاء ذا يعرفوه الناس اللي هما واقعين في علاقات آثمة، فالقعد صعب وهي عند الصعب وعند صعب وعند صعب، الخلط ذايا والتسيب ذايا في من ذي يقولوا له ملياش ما يقودها من شرع رباني، ما فهمناش عنده الشرع الشيطاني عايش فيه، يكون ذكر يكون انثى، ولك علاش يتلقاو مالا بيوقعها ها هذا الاول صح. بعد لحظه اخرى بعد ما يقرا بينه وبين المحرمات قدم لك صاحب اخر وهل ما جرى، وكذلك هاولي صاحبتي وكذا، وهم في بحر الظلمات وبحر كما تقول انت الشقوات، يعني بعد ما تجيك اللذة لحظة معينة يجب يوقع أرقاص يعني هزة الجماع، وبعد تأتي الويلات وراء الويلات وراء الويلات. وقال سيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كم من لذة ساعة أورثت حزنا طويلة، هاكم كلكم غارقين في الزنا وفي اللواط، أعطيني شكون منكم يجم يتقدم ويقول أنا أسعد المخلوقات، أعطيونا بعدنا لعنا على جانب جاي أمركم في هذا الميدان ميدان الجنس. الجنس إن أخذته بما يرضي الله سبحانه وتعالى فهو أداة بناء سعادة حقيقية بين الجنسين، ولو سعادة يشبه شوي من الشقاء، لأن لك الإنسان ثلاث زوجتين وثلاثة أو أربعة أعلم ما نشجع في هذا المسلمين، وربي خاطر قلنا واحدة فخير، وإذا كان واحدة فخير فأعلم إن فقه الإسلام وطبق توجيهاتي فأعلموا أنهما من أسعد الناس في كل ميادين بما فيه الجنس الذي لا إثم فيه، جنس فيه طاعة، ربي يقول وقت حربكم أنا شئتم، يقول عدة أشياء ليجعلها ربي خير ولو كانت في ميدان الجنس. عندنا أنا الغالط اللي هي عاملين روح من السنين عندهم الجنس تدخل لزوجتك الجنس إثم عظيم قد يؤدي إلى شقاء كبير، وأنه مجرد وتولي هي باردة جنسية فلا ملا تلزم نفسها بنشاط جنسي ملا يتقابل مع نشاط الجنس اللي كان يتوقع زوجها قبل دخوله عليها، والحديث يطول، نسأل الله السلامة.